السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. معاكم نهال. النهاردة هشرح لكم طريقة عمل فانوس الميدالية. قبل ما نبدأ في الشرح، ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو، علشان أقدر أوصل لعدد ناس أكبر. هحتاج النهاردة لعمل الميدالية خرز كريستال مقاس 8، وعندنا هنا خرز مقاس 6، وهحتاج حلقة ميدالية وخيط سنارة مقاس 30. هشتغل الأول بخرز مقاس 8، هحط 5 خرزات، هوسطن الخيط مع بعضه، هجيب الخيط اللي في الطرف اليمين، هرجع في اول خرزة واعمل حلقة واسحب الخيط الشمال منها واعقد كويس كده. عندنا حلقة خماسي، هعمل واحدة خماسي تاني، بس احنا دلوقتي معنا الخيط خارج من خرزة واحدة، يبقى محتاجة 4 خرزات يبقى خماسي. هحط 2 في الطرف اليمين و2 في الطرف الشمال، هرجع في اول خرزة في الخيط اللي في الطرف اليمين، اعمل حلقة واسحب الخيط اللي في الشمال منها. كده تاني خماسي. هعمل خماسي معانا الخيط خارج من خرزة، هحط 2 خرزات في الطرف اليمين و2 في الطرف الشمال، وهرجع في اول خرزة في الخيط اليمين واعمل حلقة وادخل بيها الخيط اللي في الطرف الشمال. واعقد كويس. انا كده عملت 5 حلقات خماسي، هقفل بالحلقة السادسة
كده معايا في الطرف اليمين خرزه، وفي الطرف الشمال هنا خرزه، يبقى محتاجه 3 خرزات يبقى خماسي. هاجي بالخيط اللي تحت هحط فيه خرزتين، وهطلع هنا في الخرزه اللي في الناحيه الشمال من تحت لفوق، كده معانا 4 خرزات، محتاجه واحده يبقى خماسي، نحطها في الخيط اللي فوق الشمال اليمين الطرف اليمين، هرجع فيها اعمل حلقه كده شكل القاعده. هنا الخيط خارج من خرزه، هحط 6 خرزات، 5 خرزات مقاس 6، خرزتين مقاس 8، 5 خرزات مقاس 6، يبقى بالترتيب كده 5 مقاس 6، 2 مقاس 8، 5 مقاس 6. هرجع في اول خرزه اعمل حلقه، واسحب الخيط التاني منها واعمل عقده وعقد كويس، همشي بالخيط اللي تحت خرزه واحده، وهاجي الخيط ده اللي هو في الطرف اليمين هطلع بيه لحد اول خرزه في المقاس السديسي المقاس 6، هيبقى فوق كده. هحط 8 خرزات، و5 خرزات مقاس 6، ارجع في اخر خرزة عندنا هنا اعمل حلقة واسحب امشي بالخيط اللي تحت خرزة. هطلع بالخيط تاني من مقاس 6 كله، يبقى واقفة فوق هنا، يبقى الخيط من فوق ومن تحت من هنا من الخرزة اللي نايمة، هحط 8 خرزات و5 خرزات مقاس 6، هرجع في اول خرزة معانا هنا اعمل حلقة واسحب وعقد كويس، وادخل العقدة جوه الخرزة، امشي خرزة واحدة تحت وهطلع الخرز الابيض ده،
احط خرزتين مقاس 8، وخمس خرزات مقاس 6. انا هنا هبدل الخيط معايا لان الطرف الشمال اطول، هدخل من كل الخرز لما طبعا لو الطرف اليمين لسه اطول هنشتغل بنظام العقد عادي جدا. همشي بالخيط اللي تحت خرزة، احط في الطرف اليمين خرزتين مقاس 8 وخمسة مقاس 6. هرجع في اول خرزة اعمل حلقة واسحب الخيط التاني منها واعقد وادخل العقدة جوه الخرزة. الخيط اللي في الطرف اليمين هطلع بيه فوق من كل الخرز الابيض، والخيط اللي في الطرف الشمال لتحت همشي خرزة اخر خرزة موجودة عندنا في السطر اهي، وبعدين هطلع من الخمس خرزات الابيض التانيين. بقى كده الخيط خارج من ناحية اليمين من الخمس خرزات المقاس 6، ومن ناحية الشمال من الخمس خرزات مقاس 6. يبقى كده ناقص بس هحط في الطرف اليمين خرزتين مقاس 8 وارجع في اول خرزة شكله كده. هنا الخيط خارج من خرزة، هدخل من ناحية الشمال في الخرزة اللي عليها الدور، هعمل الدور ده خماسي على 2، الخيط خارج من خرزتين محتاجة 3 خرزات يبقى خماسي. هرجع في اول خرزة واحط
همشي خرزتين الخيط اللي تحت كده، معانا 3 خرزات الخيط خارج منهم، يبقى محتاجة خرزتين بس يبقى خماسي. همشي خرزتين، معانا 3، كده هحط 2، مشيت خرزتين وهحط هنا 2، وصلت لاخر خرزتين في السطر، هدخل فيهم كده، معايا 4 خرزات الخيط خارج منهم، هحط خرزة واحدة يبقى خماسي، هرجع فيها واقفل. الدور ده هشتغل فيه رباعي على واحد بخرز مقاس 6. انا هنا ده عملته بمقاس 8، الدور ده هعمله بخرز مقاس 6. انا كده معايا خرزة، هحط 3، ارجع في اول خرزة، همشي خرزة كده، معانا خرزتين هحط 2 يبقى رباعي. همشي خرزة كده، معانا خرزتين هحط خرزتين، وصلت لاخر خرزة هدخل فيها واطلع في الخرزة اللي واقفة هنا، كده معانا 3 خرزات، يبقى محتاجة واحدة بس
يبقى رباعي. دلوقتي هعمل اليد، احط 5 خرزات وهدخل الميدالية معايا، وحط 5 خرزات تانيين، وهاجي من الخرزة المقابلة للي خارج منها الخيط وادخل فيها. هلف بالخيط بقى كتير علشان اثبت اليد، وافضل امشي بطرفين الخيط لما اتوه الخيط خالص، والزيادة في الاخر اقصها. بكده وصلنا لنهاية الفيديو، وده الشكل النهائي قدام حضراتكم. اتمنى تكونوا استفدتم وقدرت اقدم لكم طريقة عمل الفانوس الميدالية بطريقة سهلة وبسيطة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. لا إله إلا الله.